عاوزين ابراهيم شغلك مقطع. ها شغلك مقطع على الهواء مباشر، على الهواء مباشر وكذا، هذا تكملتها. الله يسعد، الله يجزاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم لكل امرئ من لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم تول لكل امرئ منهم نعم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ما شاء الله تبارك الله، الله يفتح عليك. هذه السورة يعني من السور التي تحمل في طياتها معاني عظيمة جدا جدا. سورة النور فيها الآية المشهورة الله نور السماوات والأرض، ولذلك سميت بالنور. وأيضا فيها معنى نتكلم عنه دقائق معدودة، وهو أن الحقيقة التي غابت ثم غابت ثم غابت ثم غابت ثم اتضحت هي كالنور مثلا. يعني لما أنت تبحث عن شيء وتطيل في البحث عنه ثم فجأة تجده، تحس أنك كنت في ظلام ثم جاءك نور تحمد الله عز وجل عليه كثيرا، ولا تنسى هذا الفضل من الله عز وجل. هذه الحادثة حادثة الإفك، وسميت حادثة الإفك لأنها حملت أكبر كذبة مرت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإفك هو الكذب العظيم، هو مخالفة الحقيقة مع العلم بأن ما تقوله أنت مخالف الحقيقة.
يعني مع الإصرار والترصد، مع الإصرار والترصد جميل. أن الكذب الذي تقولها أنت وتنشر بين الناس والعياذ بالله تعرف أنه كذب. ولذلك فقط وقفتين، وإلا الحادثة الإفك يعني فيها يعني تربية لنا جميعا، يعني يطول الحديث عنها، لكن سأخذ موقفين. موقف محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وزوجته عائشة رضي الله تعالى عنها، وموقف الأفاك المبين من حمل كبر هذه الحادثة والكذبة. النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يدخل الجنة، رحمك الله. ولذلك الرجل الذي يعني مثل محمد عليه الصلاة والسلام له شأن عظيم، وأول من يدخل الجنة لابد أن تكون له ميزات. لماذا هو أول من يدخل الجنة؟ ولماذا هو من أولو العزم؟ ولماذا هو أفضل أولو العزم؟ ولماذا هو الوحيد عليه الصلاة والسلام الذي تقبل شفاعته يوم الدين؟ لأنه تحمل في جنب الله عز وجل ما لم يتحمله آخرون. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي أذى كثيرا، بل أن بعض من تكلم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أتى بكل ما أوذي به الأنبياء السابقين، وقال حدث لمحمد عليه الصلاة والسلام مثل ذلك، ولذلك هو أفضل الأنبياء والمرسلين. لما تكلم في عرض النبي عليه الصلاة والسلام حادثة الإفك، تكلم عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين في عرض النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة، الجملة التي يعني قيلت لم تتجاوز ثواني، لكنها عند الله كما قال سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لما أتت رضي الله تعالى عنها مع صفوان بن معطل بعد الجيش، قال رفع بصره وهو يترصد بأذى النبي، يريد أن يؤذي النبي بأي شيء، فقال لم يسلم منها ولم تسلم منه. هذه الكلمة من رحمة الله عز وجل، من رحمة الله عز وجل بعائشة رضي الله تعالى عنها أنها ما علمت بها لا في الغزوة ولا بعيد الغزوة بأيام، لأنها كانت مريضة من أثر السفر فما علمت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم. والنبي عليه الصلاة والسلام صاحب قلب كبير، صاحب حلم، الله عز وجل أودع فيه صفات لا يمكن أن تودع في أي رجل، تثبت، كظم الغيظ، الانتظار، الهدوء، الهدوء حتى تتبين الأمور. تقول رضي الله تعالى عنها ما أونست في بعد هذه الغزوة، لاحظوا كبر قلب الزوج لما يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام كزوج، يتعامل بقلب يعني صراحة نعجب هذا القلب العظيم. قالت رضي الله عنها وكانت صغيرة، قالت ما أحسست بتغير من النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو سمع بالحادثة وهي لم تسمع، وهي تروي الحديث تقول ما أحسست بتغير إلا أنه يأتي إلى البيت ويسأل الخادمة التي عند النبي عليه الصلاة والسلام بريرة، قال كيف أتيكم، يعني كيف حال عائشة رضي الله تعالى عنها، وقالت لم يكن يعاملني بمثل هذا التعامل، كان يتلطف معي أكثر، غير أن في تلك الأيام لم يقل يعني لم يترك تلطفه إلا بأنه يسأل عني عن بعد، وكل يوم يأتي يقول كيف أتيكم كيف أتيكم، يعني ما أخذ بالإفك. والذي يعني أدعو نفسي وإياكم والمشاهدين والمشاهدات ألا تستمعوا إلى الشائعات وتأخذوها مباشرة، لا تأخذوها على أنها صدق، لأن في البشر من خلقه الله عز وجل وجعله يعني يتلذذ بالإشاعة بعدين يتبرأ منها، بعد ما تنتشر وتأخذ أثرها يتبرأ منها، وهيهات. الشاهد أنه قال عليه الصلاة والسلام كيف أتيكم، مرة ومرتين وثلاث،
حتى إذا علمت رضي الله تعالى في حديث الإفك أظنه صفحة أو ثلاث صفحات ومليء بالتربية والعظة والعبرة. ثم بعد ذلك رضي الله تعالى عنها قالت لما عرفت، أنا أختصر لكم القصة، عرفت بأن الناس تحدثوا بهذا الأمر، قالت لأم مصطح، وكانت امرأة عندها، تقول كانت أم مصطح تمشي وعليها مرط نوع من اللباس، تقول فتعثرت فيه، فقالت تعس مصطح، فقالت عائشة بقلب نقي بريء طاهر وهي كذلك رضي الله تعالى عنها، قالت بئس ما قلتي، قالت والله ما قلت في مصطح إلا في شأنك، يعني ما قلت تعيسة مصطح إلا لأجلك وعشان يطايح. أي نعم، ولا يعني مو أني زعلان على مصطح ولا أي ما هو عشان زعلان على مصطح ولا في سوى شيء، لكني زعلت لأن أتكلم فيك. قالت وماذا بيني وبينه؟ قالت ما علمت بما قال الناس؟ قالت ما علمت، وهي في الأيام التي بدأت تتشافى ويعني تتعافى من مرض السفر. تقول فلما حدثتني أم مصطح بكل ما حدث رجع إلي المرض أشد ما كان، وبكيت يوما كاملا لم يقف لي دمع ولم تهنى عيني بنوم. يعني أنت لما تقول ساعة كاملة وأنا أبكي يعني كثيرة، لكن يوم كامل. ثم قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف أتيكم، ردت عليه واستأذنته، قالت وكان فعلا قليل التلطف معي لكني ما تكلمت معه في الحادثة، ماذا عملت؟ قلت استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم أذهب إلى بيت أهلي. إلى من؟ أبو بكر. إلى الصديق أبو الصديقة. فقال اذهبي، فذهبت وجلست عندهم وبدأت تسأل تبكي ثم تسأل أمها، فقالت أو علمتي؟ قالت نعم علمت، لكن هل هذا الكلام حقيقي أو تكلم به الناس؟ قالت لها أمها نعم تكلم الناس. انظروا إلى المحبة الموجودة الآن بين النبي عليه الصلاة والسلام و عائشة. قالت وعلم أبا بكر، هي الآن من شدة الألم النفسي لم تقل أبي، قالت وعلم أبا بكر، يعني هذه مصيبة ثانية. قالت أو علم رسول الله؟ قالت أم عائشة رضي الله تعالى نعم. قالت فاشتد علي البكاء، فبكيت يومين ونهار، يعني يومين ونصف لم أهنأ بنوم ولم يقف لي دمع. المصيبة يا أخواني لما نتذاكرها قد تكون مؤلمة، لكن عائشة في 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 عمق المصيبة وهي المعنية بالشأن. وكما يقولون يعني من عز عليك كان خطأه أعظم، فهي الآن يعز عليها أبو بكر ويعز عليها محمد عليه الصلاة والسلام. كيف تسمعون فيني هذا الكلام وتسكتون إلى الآن؟ تقول فما فعلت غير ذلك. بعد يومين ونصف أتى النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عائشة بأبي هو وأمي، ما عاتب ولا ضرب ولا كفهر وجهه عليه الصلاة والسلام، وإنما جلس أمامها. تقول هي وأنا جلست أمامه وأنا أبكي لكني يعني تحاملت على نفسي. تقول فقال لأني بدأ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحمد لله وحمد الله وأثنى عليه كعادته عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت، شوفوا يا أخوان يعني حجم المصيبة وعتاب الأحباب، هي غالية عنده حتى وإن قيل فيها ما قيل عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها، وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله.
تقول فقلص دمعي وتوقف دمعي. بعد ما كنت أبكي فتوقف دمعي، فما استطعت أن أرد على النبي عليه الصلاة والسلام، وقلت يا أبتي رد على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا ما يعني الصدمة كبيرة، وأنا ممكن أتحمل كلام الناس، لكن محمد عليه الصلاة والسلام هذا يعني يوحى إليه، وأنا أعرف من نفسي أني ما ألممت بذنب، والذي يسألني قائد الأمة وزوجي ورسول الله والذي يوحى إليه وأعز مخلوق خلقه الله عز وجل بالنسبة لقلبي أنا عائشة، فما استطعت أن تجيب، فما استطاع أبو بكر أن أيضا يجيب، ثم استحضرت رضي الله عنها وهي كانت صغيرة وتسمع القرآن كثيرا لكن لم تحفظ أو نسيت من هول الموقف، نسيت آيات يوسف، فقالت ما مثلي ومثلكم إلا كمثل يوسف، لئن قلت مقالتكم صدقتموني، ولئن كذبت ما صدقتموني، يعني لئن برأت نفسي ما صدقتموني. باقي القصة وهي يعني فعلا أيام عصيبة مرت على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قدوة لنا كلنا، لما نحزن ونغضب مع زوجاتنا لا تأخذك الشائعات بعيدا، تبقى أنها حليلتك، وتبقى أنها زوجتك، وتبقى أنها حبيبتك، وتبقى أنها زيادة في عائشة رضي الله عنها أنها أم المؤمنين. هذه الميزة ليست عند غير عائشة رضي الله عنها، وهي أعز النساء إلى وأقربهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهي التي زوجه الله عز وجل بها، وهي البكرة التي زوجها الوحيدة، ومناقبها كثيرة رضي الله تعالى عنها. فبقي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال انظروا إلى أيضا ثبات حبيب الله وخليل الله عليه الصلاة والسلام. قال من يعفيني في عبد الله بن أبي بن سلول، فقد آذاني في أهلي، يعني لو واحد منا إيش يفعل؟ يعني ممكن يذهب يقتله، ممكن يسلط عليه أعوانه، ممكن يؤذيه، ممكن. قال من يعذرني فيه، من يعفيني منه؟ فقال اختصم الأوس والخزرج، وقال أحدهم لئن كان منا يا رسول الله نقتله، وقال عبادة سعد بن عبادة وهو منهم قال لا تقتله، أخذته الحمية قليلا، لكن في النهاية قام أسيد بن حضير قال والله لنفعلن، لئن أمرتنا لنفعلن، يعني سنقتله، لأنه آذى رسول الله وآذى أم المؤمنين. انتهت هذه القصة التي يعني هي أزمة والله، ونحن نتحدث بها أنها أزمة على قلوبنا، بأن نزلت الآيات تبرئ عائشة رضي الله تعالى عنها، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فتلا عليها الآيات وقال قد برأك الله عز وجل. موقف عائشة رضي الله عنها، موقف زوجة، قالت أمنك يا رسول الله أم من الله؟ هو لا شك أن الخبر من الله، القدر من الله، لكن الخبر اللي يرويه الآن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هي غضبة لا زالت يعني في قلبها على حبيبها وحبيب الله عز وجل شيء يسير. قالت منك أو من رسول الله أو من الله عز وجل؟ قال بل من الله. وهذه أكبر تربية لنا، أن مهما كان من فضل عندنا فهو من الله عز وجل. فتصالحوا الزوج، أعظم زوجان مروا على هذه الكرة الأرضية، ومرت هذه الأزمة العنيدة العتية المؤلمة مرت بسلام، وتراجع الزوجان، وأصبحت ذكرى كلما تذكرها رضي الله تعالى عنها تبكي عند شدة الألم، ثم تتفاخر على أمهات المؤمنين عندما جاءت التبرئة
تتلى إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل. آمين. أن كل من ترضى وبرأ وأحب أم المؤمنين أن يرضى عنها الله عز وجل وأن يدخله جنة النعيم، لأن هي قد وضعت أقدامها في الجنة وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله أن يهدي من وقع في عرضها كما وقع بعض الصحابة ثم تاب الله عز وجل عليهم. ونسأل الله عز وجل أن نرى النبي عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم، وأن نرى الله عز وجل ونحن نتعبد الله عز وجل بأن هذه الحادثة ما زادت محمدا عليه الصلاة والسلام إلا تألقا وحبا فيه، وما زادت عائشة رضي الله تعالى عنها إلا نورا وجمالا وقدوة لنساء المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ذلك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يجزاك خير عبد العزيز. وأسأل الله عز وجل أن ليته يجمعنا بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بأمنا عائشة رضي الله عنها. أعطونا فاصل. شو يا محمد؟ يا مرحبا باسم الكريم، هلا الطيب في مجلس فيها العدا وترتيب، ما بين قول الله ونهجه ودينه،